طيب، ولكننا كنا ناتي المسجد فلا نرى أنفسنا أهلا للجلوس معهم في الحلق، فنجلس دونهم ونسترق السمع، فإذا مر الحديث سألناهم إعادته وقيدناه، وأنتم تطلبون العلم بالجهل وقد ضيعتم كتاب الله. ولو طلبت والله يا أخواني، والله هذا الكلام هو الذي نحن فيه الآن، ونحن في القرن الخامس عشر، وأحمد بن أبي الحواري هذا فين؟ هذا توفي سنة 64 و100 من الهجرة، يعني في القرن الثاني، وهو يرد هذا أنهم قد تركوا القرآن وانشغلوا بماذا؟ وانشغلوا بالحديث. وهذا الذي يحدث عند كثير من طلبة العلم، يترك القرآن وينشغل بالحديث، مع أنه الأولى أن يبدأ بالقرآن أولا. فإن جئت تنصحه وتقول له يا بني اذهب واختم القرآن أولا كما كان السلف يفعلون، أصبح يعني ينقل عنك كلاما باطلا، ويقول الشيخ لا يريد أن يقرئني، لا يريد أن يعلمني. وهذه آفة موجودة حتى، وانظروا نحن فين في القرن، نحن في القرن إيش؟ نحن في القرن الثاني. أحمد بن أبي الحواري وإن كان عنده بعض الأمور في اعتزالياته وشيء من هذا القبيل، لكنه كان من الزهاد. يقول أحد الطلاب زرته يوما فخرجت من عنده حتى رجعت آخر الليل، فلا زال يقول إياك نعبد وإياك نستعين، يرددها ويبكي. ما بارح سورة الفاتحة. ولد سنة 64 و100 وتوفي سنة 30 و200، يعني عاش قرابة 66 66 وستين سنة 66 سنة. ويقول من أقواله قال: من عمل بلا اتباع سنة فباطل عمله. قال: وما ابتلى الله عبدا بشيء أشد من الغفلة والقسوة. قال: من عرف الدنيا زهد فيها، ومن عرف الآخرة رغب فيها، ومن عرف الله آثر رضاه. قال: ليس بالطاعة سعد، ولكن بالسعادة أطاع، وليس بالمعصية شقوا، ولكن بالشقاوة عصوا. كلام جميل وكلام ماتع. فينبغي أن يحرص الطلاب أيها الكرام الفضلاء، أن يحرص الطلاب على القرآن، يحرص الطلاب على القرآن، وأن يلموا به، وأن يلموا به بالقرآن، وأن يأخذ به أولا، ثم ما بعده هين إن شاء الله. تفضل. أحسن الله إليكم. قال: ولو طلبتم كتاب الله لوجدتم فيه الشفاء لما تريدون. قال: قلنا قد تعلمنا القرآن. قال: إن في تعليمكم القرآن شغلا لأعماركم وأعمار أولادكم. قلنا: كيف يا أبا علي؟ قال: لن تعلموا القرآن حتى تعرفوا إعرابه ومحكمه ومتشابهه وناسخه ومنسوخه، فإذا عرفتم ذلك استغنيتم عن كلام فضيل وابن عيينة. ثم قال: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل: بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون.